أول حاجة بالنسبة للجماهير صراحة عندها واحد دور كبير في تحقيق جميع النتائج الإيجابية اللي تنحصلوا عليها، لأنه تعطينا واحد دفعة معنوية باش نكونوا في الملعب يعني بواحد القوة بواحد الحدة باش نحصلوا على نتيجة إيجابية. يعني رغم التعليمات ديال المدرب يعني الجمهور تعطي واحد نوع خاص من تشجيع اللاعبين باش نحصلوا على نتائج إيجابية اللي نفرحوا بها جميع مكونات الفريق الوداد الرياضي اللي تطمح انه ان شاء الله يمشي في فرصة الأبطال حتى النهاية باش يدافع على اللقب ديالو ان شاء الله.